الأكثر وحشية وهمجية في التاريخ. سكان الخليج باللغة الإسكندنافية القديمة غزوا العالم قديماً وخلدت تاريخ هجماتهم في سطوره. الفايكينغ، مجموعة من القبائل المتفرقة استوطنت الدول الإسكندنافية في شمال أوروبا، والتي تتألف اليوم من 3 بلدان: النرويج، الدنمارك، والسويد. كما أطلق عليهم أيضاً لقب النورسيين أو الشماليين. اختلف العلماء على أصل تسمية الفايكينغ، ولكن يعتقد بعض العلماء أن الكلمة يعود أصلها إلى كلمة فاين كانجر، والتي تعني القراصنة. سيطر الفايكينغ على مناطق عديدة من أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا وأمريكا، حيث تفوقوا في الملاحة البحرية، وخاصة بناء السفن المتينة والقوية التي تستوعب عدداً كبيراً من الأفراد. كما اخترع الفايكينغ أيضاً البوصلة الشمسية، مما سهل مهمتهم في غزو العالم، حيث أقاموا مستعمرة في أمريكا الشمالية قبل أن يكتشفها كريستوفر كولومبوس ب5 قرون. امتد عصر الفايكينغ من القرن 8 وحتى القرن 11 الميلادي، واعتنق الفايكينغ الوثنية وقصدوا عدداً من الآلهة مثل أودين إله الحرب، وزعيم الآلهة النرويجية ثور إله الرعد، وبالدور إله النور. عاش الفايكينغ على الزراعة وصيد الأسماك في بيئة جليدية معزولة لا تؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية، لذا اتسموا بالهمجية والبدائية حتى في حياتهم اليومية. نجح الفايكينغ في احتلال سواحل إنجلترا، ومنذ تلك اللحظة سيطر الفايكينغ على غرب أوروبا، فاحتلوا أيرلندا وغرينلاند وشمال فرنسا. وبعد أن ثبتوا أقدامهم في سواحل أوروبا الغربية، دفعوا مراكبهم الطويلة باتجاه بلاد الأندلس، نظراً للأخبار التي كانت تأتيهم عن ثروات وخيرات الأندلس وحضارتها العظيمة. في سنة 229 جهز الفايكينغ 54 سفينة لغزو الأندلس، والتي كانت تقع في تلك الفترة تحت الحكم الأموي بقيادة عبد الرحمن الأوسط، والذي تميز بعدله. توجه الفايكينغ إلى مدينة لشبونة، ومكثوا في مينائها 13 يوماً. دخلوا في معارك ضارية مع المسلمين، تصدى لهم القائد المسلم وهب بن حزم وسكان المدينة. ركب الفايكينغ نهر الوادي الكبير، ومروا على مدن قادش وشاذونة، وتوجهوا إلى إشبيلية، أغنى مدن الأندلس، ومكثوا داخل مدينة إشبيلية 42 يوماً يعيثون فيها الفساد. قاومهم الوالي عبد الرحمن الأوسط مقاومة شرسة استمرت 100 يوم، قتل فيها قائدهم، وأغرقت فيها 23 سفينة من سفنهم. بعد هذه المعركة الشرسة فطن المسلمون إلى عظيم خطر أولئك الهمجيين، وأمر الأمير عبد الرحمن الأوسط بتشييد الأسوار وتشديد الحراسات، كما أمر بإنشاء أسطولين بحريين كان لهما عظيم الفائدة فيما بعد، حيث جعل أحدهما في البحر الأبيض والآخر في البحر الأطلسي. كان هذان الأسطولان يحرسان الأندلس من هجمات هؤلاء المتوحشين. في سنة 254 عاد الفايكينغ للهجوم مرة أخرى، وذلك على بعض المدن الأندلسية، لكنها كانت هجمات فاشلة لم يحققوا فيها أي مكاسب، وذلك بسبب تصدي المسلمين لهم تصدياً بطولياً شرساً قوياً عبر الأساطيل البحرية. لم تكن هجمات الفايكينغ هجمات لأهداف دينية بحتة أو حتى فكرية، بل كان هدفها النهب والسلب وسبي النساء والاستيلاء على خيرات البلاد. لذلك اعتمد الفايكينغ في غزواتهم على حرب العصابات الفتاكة.